بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي العربي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعلنا من أسعد خلقك بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وبعد، فوقفنا في لقائنا السابق مع أبي سليمان الخطابي، وقد استعرض مسألة إعجاز القرآن الكريم، وذكر قول بعض العلماء إننا نحس بحلاوة القرآن الكريم في قلوبنا، ونحس بتأثيره على نفوسنا، ولكننا لا نستطيع أن نصف ذلك، ولكننا لا نستطيع أن نحدد سبب ذلك. نشعر أن القرآن الكريم له أثر على قلوبنا وله سطوة في نفوسنا، فإذا ما أخذنا ننظر في السبب لا نعرف سببًا. وهذا موجود في الشعر وفي النثر، تسمع شاعرين فتتأثر بقصيدة أحدهما وتنفعل لها أكثر مما تنفعل لغيرها دون أن تعرف لذلك سببا. إذن هم يحيلون على جهالة، يحيلون على ماذا؟ يحيلون على جهالة. قال الخطابي في صفحة 24 الفقرة الأخيرة، قالوا وقد يخفى سببه عند البحث ويظهر أثره في النفس. وقد يخفى سببه عند الإيه؟ عند البحث ويظهر أثره في النفس، حتى لا يلتبس على ذوي العلم والمعرفة به. قالوا وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع وهشاشة في النفس لا توجد مثلها لغيره منه، والكلامان معا فصيحان، ثم لا يوقف لشيء من ذلك على علة. أظن الكلام واضح، أننا ننفعل عند قراءة القرآن الكريم وتتأثر نفوسنا، فإذا ما بحثنا عن علة ذلك قالوا لا نعرف لذلك سببا، لا نعرف لذلك سببا. وكذلك نسمع شاعرا وشاعر، الشعر فصيح، وأحدهما يكون له أثر كبير في نفوسنا أكثر من صاحبه، فإذا ما بحثنا عن علة ذلك لا نجد لذلك إيه؟ لا نجد لذلك علة، ولا نجد لذلك سببا. قلت لاحظ، أبو سليمان الخطابي يعرض كلام العلماء قبله، يقول قالوا، وبعدين يقول إيه؟ قلت. حين تسمع أحد علمائنا يقول قال فلان وقال فلان وقالوا وقالوا وقلت، فأنصت جيدا، فأنصت إيه؟ فأنصت جيدا، لأنه سيعطيك شيئا جديدا، سيعطيك شيئا جديدا ينقض كلام من سبقه أو يبين فيه موضع ضعف. قلت وهذا لا يقنع في مثل هذا العلم. يا سلام، وهذا إيه؟ لا يقنع في مثل هذا العلم. هذه عبارة عالية جدا، ومن أرفع العبارات التي قرأتها في حياتي، من أروع العبارات التي قرأتها في حياتي هذه الكلمة، وهذا لا يقنع في مثل هذا العلم.
لأن حضرتك ما دمت لم تقتنع فلا يزال عندك نهم في البحث حتى تجد ما يقنعك. ها تاني، ما دمت إيه؟ لم تقتنع، فهذا يفتح لك، يجعل باب البحث أمامك ويجعل باب الدرس أمامك مفتوحاً حتى تصل إلى قناعة. حتى تصل إلى إيه؟ حتى تصل إلى قناعة. يبقى العلم الحقيقي هو ما يقنع وتصل فيه إلى حد الاقتناع. عدم الاقتناع هو المحرك دائماً إلى البحث والدرس. الاقتناع بالمعرفة هو ذروة سلام المعرفة. الاقتناع بالمعرفة هو إيه؟ ذروة سلام المعرفة. ولذلك اكتب للناس علماً أنت مقتنع به. اكتب للناس إيه؟ علماً أنت إيه؟ مقتنع به. ولا تكتب حرفاً واحداً دون اقتناع. ولا تكتب حرفاً واحداً دون اقتناع. وقديماً قال الشاعر: ولا تكتب بخطك غير سطر يسرك في القيامة أن تراه. ولا تكتب بخطك غير سطر يسرك في القيامة أن تراه. ما دمت مقتنعاً اكتب. لم تصل إلى درجة الاقتناع أمسك يدك، أمسك يدك. فإن إمساكك يدك عن الكتابة خير لك من أن تكتب كلاما لست مقتنعا به، لست مؤمنا به. تمام؟ طيب، هذا كله من قول أبي سليمان، وهذا لا يقنع في مثل هذا العلم. وبعدين لاحظ قوله في مثل هذا العلم، لأن ده علم الإعجاز، ده علم يتعلق بأشرف غاية، يتعلق بالقرآن الكريم. طيب، إذا كنت وأنت تكتب في الشعر وأنت غير مقتنع بما تكتب، يقال لك أمسك يدك. ففي القرآن من باب أولى، في حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم من باب أولى، في أمر يتعلق بالحلال والحرام وبالشرع من باب أولى. ما أفسد حياة الناس إلا هذا التخبط، أن يقول من شاء ما شاء، أن يقول من شاء ما شاء. أي نعم، ويعلق على الأقوال السابقة. الأقوال السابقة يقول لك قالوا، نجد أثره في نفوسنا ولكننا لا نستطيع أن نصل إلى علة، لا نستطيع أن نصل إلى السبب. تمام؟ قالوا هذا موجود في الشعر، نسمع قصيدتين والقصيدتان فصيحتان، ومع ذلك نتأثر بواحدة ولا نتأثر بالإيه؟ بالثانية، دون أن ندرك لذلك سببا. هو يريد أن يرد على مسألة أنك لا تستطيع أن تقف على السبب. أنت تتأثر، هذا أمر مفروغ منه. تعجبك هذه القصيدة، هذا أمر مفروغ منه. لكن ابحث لما أعجبتك، ابحث لما أثرت في نفسك، ولا تترك هذا دون بحث ودون نظر. ولذلك قال: وهذا اللي هو عدم الوصول إلى التعليل لا يقنع في مثل هذا العلم. إذن العلم هو ما أقنع بالوصول إلى العلل والوصول إلى الأسباب والوصول إلى التفاصيل، التفاصيل والوصول إلى إيه؟ تفاصيل إيه؟ التفاصيل. قال: وهذا لا يقنع في مثل هذا العلم. ثم قال: ولا يشفي من داء الجهل به. ولا يشفي، أنا قلت إن الخطابي أديب محدث ولكنه أديب. ولا يشفي من داء الجهل. داء الجهل أصلها من إضافة المشبه به للمشبه، أصلها الجهل الذي هو كالداء. يعني ده دائما تجده من إضافة المشبه به للمشبه. أصل الكلام
جهل كذاب، فحذف أداة التشبيه وقدم المشبه به وهو داء، وأضاف إليه المشبه وهو جهل، فقال لا يشفي من داء الايه؟ لا يشفي من داء الجهل. هذه عبارات عالية جدا. إذا أنت حين تبحث عن العلم والأسباب أنت تبحث عن شفاء لمرض خطير جدا وهو مرض الجهل. أنت تبحث عن شفاء لإيه؟ لمرض خطير جدا هو داء الجهل. هو مرض الإيه؟ الجهل. أيوة. والجهل أعيا من يداويه. والجهل أعيا إيه؟ يحتاج إلى علماء. يحتاج إلى علماء. تمام؟ يبقى بيقول لك إيه؟ ولا يشفي من داء الإيه؟ ولا يشفي من داء الجهل. أنا لو قضيت عمري كله لا أستطيع أن أكتب سطراً كهذا السطر. قلت شوف السطر، سطر واحد. وهذا لا يقنع في مثل هذا العلم ولا يشفي من داء الجهل به. ثم قال وإنما هو، الضمير في هو ده يعود على مين؟ يعود على أن تكتفي بالإحساس دون ذكر علة، دون ذكر إيه؟ علة. وإنما هو أي إنما الإحساس والشعور بالتأثير دون ذكر علة إشكال أحيل به على إبهام. عبارة تحفظ، عبارة تحفظ. وإنما هو إيه؟ إشكال أحيل به على إبهام. يعني أصلا مسألة إعجاز القرآن مسألة مبهمة، مسألة إيه؟ مسألة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى دراسة. وحينما قالوا إننا نجد الأثر في نفوسنا ولا نستطيع أن نعلل، هل هم وضحوا هذا الإبهام؟ هل هذه المقولة وضحت إبهام الموجود في مسألة إعجاز القرآن الكريم؟ أبدا، لم يوضحوا إبهام. ولذلك قال وإنما هو إشكال أحيل به على إيه؟ إبهام. وإنما هو إشكال أحيل به على إبهام. قال الهمزة بتاعت إيه؟ أحيل. لا صوبي صوبي. وإنما، ولذلك في الكتاب ذا صدر تحقيقات أفضل وأعلى منها، لكن هذه النسخة العتيقة التي في يدي، هذه النسخة العتيقة التي في يدي. صدروا تحقيقات حديثا، بعض الباحثين أصدر له نشرات حديثة، وهذا الكتاب يعني كنز من كنوز العلم. هذا الكتاب إيه؟ هذه الرسالة على إيجازها لا تتجاوز 70 صفحة. بمقدمة الكتاب والمقدمات حوالي 90 صفحة. يعني كنز من كنوز العلم، كنز من كنوز العلم. قال وإنما هو إشكال أحيل به على إيه؟ أحيل به على إبهام. ثم قال هذه العبارة، أنا قلت إنها عبارة عالية جدا. الأصل في العلم أن يقضي على الإشكال. الأصل في العلم أن يقضي على الإيه؟ الإشكال، وأن يزيل الإبهام، وأن يزيل الإبهام. لأن العلم تلزم عنه الوضوح، يلزم عنه المكاشفة، يلزم عنه الإيه؟ المكاشفة. أما حينما تكون مسألة غامضة وأنت ترد عليها ردا أغمض منها، يبقى تقول إيه؟ تقول ما قاله أبو سليمان وإنما هو إشكال أحيل به على إبهام. وقد تمثل بعضهم في هذا الباب، وقد تمثل بعضهم في هذا. الضمير في هذا اسم الإشارة، هذا يعود على التأثر دون أن تعرف علة. وقد تمثل بعضهم في كونك تتأثر بالشيء دون أن تذكر علة، تمثل بإيه؟
تمثل بأبيات يرير التي نحلها ذا الرمة. أبيات يرير التي نحلها مين؟ ذا الرمة. ذو الرمة شاعر وصاف للصحراء، وصاف للإيه؟ للصحراء والفلوات، شعر قوي جدا. قال: ذكرت الرواة أن جريرا مر بذي الرمة وقد عمل قصيدته التي أولها: نبت عيناك عن طال بحزوى، عفته الريح وامتنح القطار. ذي الرمة مر عليه جرير فقال له: يا ذا الرمة، ماذا أحدثت من الشعر؟ يعني إيه؟ ما القصائد الجديدة التي قلتها؟ ما الشعر الجديد الذي قلته؟ ماذا أحدثت من الشعر؟ فأنشده هذه القصيدة التي مطلعها: نبت عيناك عن طلل بحزوى. فقال: من المتكلم؟ جرير يقول لمن؟ للشاعر ذي الرمة. قال: ألا أنجدك بأبيات تزيد فيها؟ ألا أنجدك بأبيات تزيد فيها؟ فقال: نعم. لاحظ، استوقفتني هذه العبارة: ألا أنجدك، يعني هو يحتاج نجدة. طب القصيدة، حين عدت إلى قصيدة ذي الرمة وجدت أنها 54 بيت، يعني ليست قصيدة قصيرة وإنما هي قصيدة طويلة. فلو قلنا إن القصيدة مثلا 15 بيتا أو 20 بيتا ويريد أن يقول له أبياتا بحيث تصل إلى 50 أو 30 أو ما شابه ذلك حتى تطول القصيدة لكان أمرا واردا، لكن أن تكون القصيدة 54 بيت فهي قصيدة طويلة. طيب، سيتبين لنا ما معنى أنجدك بعد قليل. فقال: نعم. فقال: يعد الناسبون بني تميم بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الربابة وآل تيم وسعدا ثم حنظلة الخيار، ويذهب بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوار. كما ألغيت في الدية الحوار. الحوار ولد الفصيل أو ولد الناقة، اسمه حوار. الحوار لا يصح في الديات، يعني عندما تقدم دية قتيل يشترط سن، يشترط في الناقة أو البعير سن. الحوار صغير، لا يزال بعد صغيرا، فلا يصلح أن يعد ضمن الدية كما أسقطت في الدية الإيه؟ الحوار. يعني المرئي، ويذهب بينها المرئي لغوا. المرئي هو رجل من قبيلة امرئ القيس، ليست امرئ القيس الشاعر المشهور صاحب المعلقة، وإنما هناك في الشعر العربي كثير جدا اسمهم امرؤ القيس، كثير جدا اسمهم ايه؟ امرؤ القيس. اشهرهم امرؤ القيس صاحب المعلقة. وقد جمع الاستاذ حسن السندوبي رحمه الله حين نشر ديوان امرئ القيس لاول مرة نشرة عتيقة جدا ومطبوعة هنا في حي الازهر، جمع في ذيل الكتاب اخبار النوابغ والمراقسة. أخبار النوابغ يعني الشعراء الذين اسم كل واحد منهم إيه؟ النابغ، يعني النابغ السفياني والنابغ السعدي والنابغ الشيباني وهكذا. فجمع تراجم أخبار هؤلاء النوابغ وأخبار المراقسة. المراقسة جمع امرئ القيس، يعني الشعراء الذين لقبوا بامرئ الإيه؟ القيس أو سموا بامرئ القيس. هذا كتاب جيد جدا اسمه ديوان شرح شعر امرئ القيس وأخبار النوابغ والمراقسة للأستاذ حسن الإيه؟ السندوبي. المهم هو يقول
ويذهب بينها المرئي الرجل الذي ينسب إلى قبيلة امرئ القيس، يذهب لغوا، يعني معناه أن هذه القبيلة لا قيمة لرجالها، لا قيمة لإيه؟ لرجالها، كما أن الحوار ولد الناقة لا قيمة له في الدية، لا يصلح للدية، لا يصلح لإيه؟ للدية. قال: فوضعها ذو الرمة في قصيدته. يبقى الأبيات الثلاثة أنشدها جرير وأعطاها لذي الرمة، فوضعها ذو الرمة في قصيدته، فزادت بها القصيدة. القصيدة كانت 51 بيت، بعدما وضع فيها هذه الأبيات الثلاثة وصلت لكام؟ 54 بيت. تمام؟ طيب، فوضعها ذو الرمة في قصيدته. انتهت القصة؟ انتهت القصة. ثم مر به الفرزدق، الفرزدق مر بذي الرمة، فسأله عما أحدث من الشعر، فأنشأه القصيدة. فلما بلغ هذه الأبيات الثلاثة التي أضافها جرير ووضعها في شعر مين؟ في قصيدة ذي الرمة. فلما بلغ هذه الأبيات قال الفرزدق: ليس هذا من بحرك. ليس هذا من إيه؟ يعني ليس هذا من شعرك. طبعا فرق كبير بين أن أقول لك ليس هذا من شعرك وأن أقول ليس لك ليس هذا من إيه؟ من بحرك. ليس هذا من بحرك معناه أن كل شاعر كأن له بحرا خاصا يغرف منه، كأن له سمة في شعره وسمة في شعره يجعل له سمات متفردة يغرف منها. ليس هذا من إيه؟ من بحرك. حسان، سيدنا حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصف شعره ويقول: لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. بحري يعني شعري، لا تكدره الدلاء، يعني كلما أنزلت دلوا لأستقي من موهبتي الشعرية وأقترف من بحر شاعريتي خرج الدلو بماء صاف غير مكدر. متى يتكدر الدلو؟ إذا نزل إلى البئر، إذا كان الماء في البئر قليلا. فمعنى هذا أن الماء كثير، معنى هذا أن موهبته لا تنفد، أن موهبته واسعة، حين يقول: وبحري لا تكدره الإيه؟ الدلاء. وبحري لا تكدره الدلاء. المهم أن الفرزدق أدرك بفطنته أن هذه الأبيات الثلاثة ليست من شعر ذي الرمة وليست من القصيدة وليست من الإيه؟ كيف أدرك؟ عجيب، عجيب. حين تقيس بين قدرتنا على الإبانة وعلى التبيين وقدرة هذا الجيل العتيق، جيل الفرزدق وجرير وذي الرمة، على الإبانة والتبيين، تجد الفرق كالفرق بين الثرى والثريا، كالفرق بين الثرى والإيه؟ هؤلاء كانت اللغة عندهم فطرة، وكانت سليقة، وكانت موهبة، وكانت منحة إلهية. معايا يا ابني ولا إيه؟ طيب، قال: هذا ليس من إيه؟ هذا ليس من بحرك. مضيفها، أي الذي أضافها في شعرك، مضيفها أشد لحيين منك. أشد، أما أقول لك لا, 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 لا أستطيع ولا أن أقول مثل هذا ولو أنبت الدهر لي ريشا فطرت. هذا مثل قديم تقوله العرب، يقولون: لا يستطيع هذا ولو أنبت الدهر له ريشا فطار. ولو أنبت الدهر له ريشا فإيه؟ يعني معناه أنه مستحيل أن يقوله، مستحيل أن يقول مثل هذا. يعني هل تقدر أن تقول إن الذي يقول ذلك أشد لحيين منك؟ لا، إحنا نقول في لغتنا: الذي قال هذا أقوى بلاغة منك، أقوى شاعرية منك، أقوى، وهكذا، ومثل هذا أقوى عارضة منك.
إنما أقوى لحيين منك صعبة شوية، بعيدة عن مستواي. ولذلك أنا قلت لك إن هذا الرجل من علماء الحديث ومن علماء الأدب أيضا، ومن علماء الإيه؟ الأدب أيضا. قال: مضيفها أشد لحيين منك، يعني هذا ليس من شعرك. الذي وضع هذا في شعرك قوته في الشعر أعلى من قوتك، ومستواه أعلى من مستواك. كيف أدرك هذا؟ قال: فاستدركها بطبعه، يعني الفرزدق بطبعه عرف أن هذه الأبيات الثلاثة ليست من القصيدة وليست لذي الرمة، وفطن لها بلطف ذهنه. انتهت الحكاية؟ نعم انتهت الحكاية، وهي موجودة في كثير من كتب الأدب بهذه الرواية أو رواية مقاربة لها. طيب، الخطابي ما مقصده من الاستشهاد بهذه الرواية؟ يقصد أن الفرزدق أدرك بفطنته وأدرك بفطرته أن هذه الأبيات ليست من شعر ذي الرمة دون أن يذكر لذلك سببا، ها، ونحط خط تحت دي، دون أن إيه؟ دون أن يذكر لذلك سببا، ودون أن يذكر لذلك علة. إذن هذا شاهد يدل على أنك قد تدرك الشيء ولا تذكر له علة. وهكذا يستدلون على أنك تدرك أثر القرآن الكريم دون أن تعرف علة تأثيره على قلبك. وضحت المسألة؟ وضحت؟ ولا عدتها تاني؟ ها؟ عدتها تاني. أبيات جرير الثلاثة التي وضعها في قصيدة ذي الرمة، وضعها جرير وجاء الفرزدق فتأكد أنها ليست من شعر ذي الرمة، أنها ليست من شعر إيه؟ وليست من القصيدة. طيب، تأكد لهذا بفطرته وبسليقته، ولكنه لم يذكر لذلك سببا، لم يقل ليست من شعرك لأن شعرك مثلا فيه كذا وكذا، أو لأن هذه الأبيض ضعفها في كذا وأنت شعرك أقوى منها، أبدا لم يذكر لذلك إيه؟ سببا. فكذلك نحن نتأثر بالقرآن الكريم دون أن نذكر لذلك إيه؟ سببا، دون أن نعرف لذلك سببا. في الحقيقة هذه الرواية التي ذكرها الخطابي تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى بحث، يعني لكي أتبين أن هذه الأبيات الثلاثة ليست مناسبة للواحد وخمسين بيت التي هي قصيدة ذي الرمة، أنا محتاج إلى بحث. أدركها الفرزدق بفطنته ولكني لا أستطيع أن أدركها بفطنته، لابد أن أبحث وأن أتبين لما كانت هذه الأبيات الثلاثة مغايرة لأبيات القصيدة للواحد وخمسين بيت، لما كانت مغايرة لأبيات القصيدة. ده إذا أردت أن تكون من أهل التحقيق، إذا أردت أن تكون من أهل المعرفة. أما أن تأخذ الكلام وتمضي، توكل على الله. أردت أن تكون من أهل المعرفة، لا تسمع كلمة إلا إذا اقتنعت بها ووجدت لها سببا. مضت الأجيال ولم أعرف أحدا تعرض لتفصيل هذه المقولة، مقولة الفرزدق إن مضيفها أشد إيه؟ لحيين منك، ليس هذا من إيه؟ من بحرك. طب نجيب القصيدة، قصيدة 54 بيت بالأبيات الثلاثة، ونحاول ندرس ونحاول نفكر. ممكن نجرب التجربة دي، بعد ما نروح نجيب قصيدة ذي الرمة، ها، التي مطلعها نبت عيناك
عن طلل بحزوى عفته الريح وامتنح القطار. قصيدة 54 بيت في ديوان ذي الرمة. ونتأمل ونتدبر لما كانت هذه الأبيات الثلاثة مستواها أعلى من مستوى بقية الأبيات، بحيث أدرك الفرزدق بفطرته أنها من شعر جرير وليست من شعر ذي الرمة، أن جريرا وضعها في الإيه؟ في قصيدة ذي الرمة. أيوه، خدت بالك؟ يبقى دي يحتاج إلى بحث، مسألة تحتاج إلى بحث. وفي كتب الأدب من مثل هذا كثير جدا، كتب الأدب مليئة بمثل هذا، بمثل هذه الأحكام العامة التي تحتاج إلى تفصيل. وإذا أردت أن تفصل تحتاج إلى أن تفلي ديوان الشاعر، ممكن تحتاج إلى أن تفلي شعر الشاعر وتتفقد ديوان شاعر كامل حتى تصل إلى صدق مقولة لا تزيد عن جملة واحدة، لا تزيد عن جملة إيه؟ عن جملة واحدة. يعني يقولون مثلا أشجع السلمي يقولون إنه كان يخلي في شعره، البحتري يقول يذكر له أن أشجع كان يخلي في شعره، قال فلم أفهم، البحتري على عبقريته الكبيرة، قال فلم أفهم ما معنى يخلي في شعره حتى واستحييت أن أسأل الذي قال له هذه العبارة، استحيى أن يسأله، فرجع إلى ديوان أشجع وعكف عليه، قال فإذا به تمر له القصيدة وليس فيها بيت جيد. ها؟ تمر له الإيه؟ القصيدة وليس فيها بيت جيد، وهذا معنى يخلي في شعره. ففهمت معنى يخلي في شعره بعدما قرأت شعر الشاعر كاملا، وتبينت أن هناك قصائد، قصيدة تمر بك القصيدة كاملة ليس فيها بيت إيه؟ ليس فيها بيت جيد. في الحقيقة أنا كنت كتبت عن هذا بعض، عن هذه التجربة، حاولت، تراجعت إلى القصيدة وحاولت أن أتبين هذا السر العجيب الذي أدركه الفرزدق بفطنته، فوجدت أن القصيدة، قصيدة ذي الرمة كما قلت 54 بيت، صعب جدا أنك أنت تدرس 54 بيت دراسة تفصيلية جدا حتى تضع اليد على الأسباب سببا سببا، ولكن لا مانع من أن نفتح الباب ونترك الباب مفتوحا للاجتهاد، نترك الباب مفتوحا لإيه؟ للاجتهاد، على أن هذا الباب كما قلت كنز من كنوز المعرفة ودين في رقاب أهل الأدب وأهل العلم. شرح هذه العبارات الغامضة التي تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل. طبعا الأبيات الثلاثة منحولة على مين؟ منحولة على ذي الرمة، يعني ليست من شعره. كونك تعرف المنحول على الشاعر من خلال دراسة شعره هذا باب صعب جدا. أكثر علمائنا يعتمدون في الحكم بالانتحال، يعني إن ده ليست أبيات الشاعر، سرقة يعني، ليست أبيات الشاعر، يعتمدون على الرواية. يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على ماذا؟ على الرواية، إن الرواية دي غير ثابتة، الرواية دي ضعيفة، الرواية دي مشكوك فيها، وهكذا. يعتمدون على جانب الرواية ولا يعتمدون، وقل لا أقول لا، وإنما قل أن يعتمدوا على جانب الدراية، قل أن يعتمدوا على جانب الإيه؟ الدراية. والعلم علمان، علم رواية وعلم دراية، علم الرواية الأسانيد والروايات، علم الدراية العقل والفكر، الذي يعتمد على العقل والإيه؟ والفكر. طيب
أنا قلت إنك إذا أردت أن تعرف المنحول، إذا أردت أن تدرس المنحول على شعر مثلاً عنترة وتدرسه بهذه الطريقة وهي أنه مغاير لأسلوب عنترة، مغاير لبحره ليس من بحره، مغاير لسمته في شعره، أنت محتاج إلى أن تعد رسالة علمية. أنت محتاج إلى أن تعد إيه؟ رسالة علمية متعمقة جدا ومتخصصة جدا حتى تستطيع أن تكتشف خصائص الأبيات التي لا تتناسب مع شعر عنترة أو مع شعر الفرزدق أو مع شعر الشعر الذي تدرسه. يبقى تحكم عليها بأنها ليست من شعره بناء على الدراية وليس بناء على الرواية، وليس بناء على إيه؟ الرواية. فإذا ما اجتمعت الرواية مع الدراية وصدقتها خلاص الحمد لله وصلنا. تمام؟ أيوه. هذه الأبيات الثلاثة وقعت في جوف القصيدة، يعني يعد الناسبون بني تميم البيت رقم كام؟ رقم 18 ولا 19، يعني ليست في أول القصيدة وإنما هي في جوف الإيه؟ وإنما هي في جوف القصيدة. البيت من 17 و18 و19. أما تحط ثلاث أبيات 17 18 19 وسط قصيدة 51 بيت، طب لماذا وضعت في هذا المكان؟ لماذا لماذا لماذا؟ طبعا هو جرير أعطى الأبيات الثلاثة لذي الرمة، والذي وضعها في شعره هو من؟ هو ذو الرمة. طيب ذو الرمة لا شك أنه سيتخير لها الموقع الأنسب في الإيه؟ في القصيدة. سيتخير لها الموقع الأنسب في الإيه؟ سيتخير لها الموقع الأنسب في القصيدة. في الحقيقة أن هناك مشاحنة بين جرير والفرزدق، وهي معروفة في كتب الأدب، المناقضات والهجاء والفحش في القول بين جرير والفرزدق معروفة في كتب الإيه؟ معروفة في كتب الأدب، وقصص كثيرة أنا لا أذكرها، لكن واضح أن قوله ويذهب المرئي فيها، اللي هو البيت الثالث، ويذهب المرئي فيها، أنه نسبة إلى امرئ القيس. طيب هل ورد ذكر للمرئي هذا في القصيدة؟ نعم، ورد ذكر لقبيلة امرئ القيس، هذا ورد ذكره في القصيدة قبلها وبعدها، ولذلك حين وضعها في هذا الموضع راعى أنه حين يذكر الاسم سيكون قد ذكره قبل ذلك، سيكون قد ذكره إيه؟ قبل ذلك. نعم. أعبد بن امرئ القيس بن لؤم ألم تسأل قضاعة أو نزارة؟ في الحقيقة أنا حاولت اجتهدت أن أذكر أشياء من هذا القبيل، وكتبت فيه حوالي 10 صفحات، كتبت فيه حوالي إيه؟ 10 صفحات، لكن لا أريد أن أفرض عليك العشر صفحات، وإنما أريد أن أقول لك إنها تفتح باب اجتهاد وإن لم تكن اجتهادا، تفتح باب إيه؟ تفتح باب الاجتهاد وإن لم تكن اجتهادا، خدت بال حضرتك؟ يعني مثلا يعد الناسبون بني تميم بيوت العز 4 كبار، ذكر 4 بيوت على سبيل الإجمال، ثم أخذ يعددها وقال يعدون الرباب وآل تيم وسعدا ثم حنظلة، أدي الأربع بيوت. طيب هذه البيوت الأربعة لها ذكر في القصيدة، يعني عشان تدرك مدى التلاحم حين وضعها بحكمة. هذه البيوت الأربعة 3 منها موجودة في القصيدة، اللي هي الرباب وآلتين وسعد، أما حنظلة فلم يرد لها ذكر في القصيدة.
طيب هذا شيء. شيء ثاني حكاية المرء ويذهب لغوا وما شابه ذلك مذكورة أيضا في القصيدة، مذكورة مكررة مرة ثانية في القصيدة. على كل حال نعود إلى أبي سليمان ومسألة إعجاز القرآن الكريم لأنها مسألة طويلة. يقول: قلت فأما من لم يرض من المعرفة بظاهر السمة، فأما من لم يرضى من المعرفة بظاهر السمة دون البحث عن باطن العلة. لاحظ أن هذا الشيخ الجليل يرفض رفضا تاما أن تقول شيئا لا تذكر له سببا ولا تعرف له سببا، ولذلك رفض مسألة أننا نتأثر بالقرآن دون أن نعرف سبب التأثر، رفض مسألة أنني أعجب بهذه القصيدة دون أن أستطيع أن أحدد سبب إعجابي. قال لك: إذا كنت من هؤلاء فأنت ممن يرضى بظاهر المعرفة. ها؟ فأنت إيه؟ ممن يرضى إيه؟ بظاهر المعرفة ولا يبحث عن باطن العلة. ولاحظ أنا عبارتي وعبارتك نقول لا يبحث عن العلة، إنما لاحظ باطن العلة، لا يبحث عن باطن العلة، يعني عن العلل الخفية، عن العلل إيه؟ الخفية. هذا الرجل دخل فتح مدينة كبيرة جدا من مدائن العلم، حينما قال لي هذا لا يقنع وهذا حين تكتفي به فأنت ممن يرضى بظاهر العلم، بل لابد من أن تصل إلى باطن العلة. فتح لي منهجا مهما جدا من مناهج العلم، وهو ألا تكتفي بالكلمة المجملة، ألا تكتفي بالقاعدة المجملة، ألا تكتفي بالأحكام العامة، لأن هذه الأحكام العامة مظنة الخطأ والكلام الظاهر الذي ليس وراءه تحقيق مظنة الخطأ، بل لابد أن تبحث عن الأسباب وأن تبحث عن الإيه. وهذا هذا هذا في حد ذاته منهج علمي يستطيع أن نقيم عليه مؤسسات علمية كاملة، ألا نكتفي بالقول المجمل وأن نبحث عن البيان دائما وأن نبحث عن الأسباب والعلل دائما وأن نبحث عن تفاصيل التفاصيل دائما. إذا كنت ممن يقتنع بهذا فقد دخلت طريق العلم. إذا كنت ترضى بالظاهر وتقنع بالظاهر يا سيدي توكل على الله ولك ما شئت، ولك إيه؟ ولك ما شئت. قال: فأما من لم يرضى من المعرفة بظاهر السمة دون البحث عن باطن العلة ولم يقنع في الأمر بأوائل البرهان حتى يستشهد لها دلائل الامتحان. عبارات عجيبة، عبارات عجيبة. أنت عندك دليل، أوائل البرهان، البرهان يعني الدليل، عندك دليل، ولكن هذا الدليل يحتاج إلى أن تعرضه على التجربة، أن تعرضه على التطبيق، وهذا التطبيق هو الذي سماه دلائل الامتحان، إنك تمتحن القاعدة، امتحن زي اللي في المعمل، في المعمل عنده تجربة، عنده قاعدة، طب اعمل لها امتحان، اعمل لها اختبار، اختبرتها ونجحت، كرر الاختبار، اختبرته تاني ونجح، كرر الاختبار، وهكذا حتى تتأكد من صدق المعلومة وحتى تتأكد من صدق القاعدة. هذا هو الذي يريده أبو سليمان، يقول لك إذ ابحث عن أسرار وعن علل خفية واعرضها على التجربة أيضا، واعرضها على الإيه؟ يعني لا تكتفي بمجرد أنك وصلت إليها، اعرضها على التجربة. أيوة. فإنه يقول، يعني الذي يبحث عن باطن العلة، الذي يكتفي بظاهر السمة، الذي يكتفي بالتعليل السطحي الظاهر، فإنه يقول إن الذي يوجد لهذا الكلام من العذوبة في حسن السامع والهشاشة في نفسه
وما يتحلى به من الرونق والبهجة التي يباين بها سائر الكلام حتى يكون له هذا الصنيع في القلوب، يعني الذي يبحث عن العلل الحقيقية ويبحث عن الأسباب الخفية لصنيع القرآن الكريم في نفوس العرب وفي نفوس من كل من يسمعه، ها، وفي نفوس كل من يسمعه، فتصطلح من أجله الألسن، حتى إن ألسنة العرب أجمعت على أن هذا كلام معجز. العرب جميعا أجمعوا على أن هذا كلام، على أن هذا كلام إيه؟ معجز. وبلغ إجماعهم حد الاصطلاح، بلغ إجماعهم حد الإيه؟ زي المصطلح، بلغ إجماعهم حد الاصطلاح. يقول فتصطلح من أجله الألسن على أنه كلام لا يشبه كلام هو القرآن الكريم، وتحصر الأقوال عن معارضته. تحصر يعني تعجز، يعجز الإنسان عن أن يقول جملة واحدة أو صورة سطر واحد مثل إنا أعطيناك الكوثر، أقصر صورة في القرآن. العرب جميعا وهم أهل بلاغ وأهل فصاحة عجزوا عن أن يأتوا بسطر واحد مثل إنا أعطيناك الكوثر، ولو جاءوا بهذا السطر لأبطلوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حاربوه أكثر من 20 سنة أريقت فيها الدماء وبذلت فيها المهج ومات من مات وقتل من قتل وجرح من جرح، كل هذا لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بسطر واحد وهو إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. القرآن تحداهم بسورة، طب الكوثر سورة والبقرة سورة، طب ايتوا بمثل سورة الكوثر. عجزوا ولجأوا إلى الحرب. على ما يدل هذا؟ يدل على عجزهم المطبق، لأنهم لو استطاعوا لفعلوا وكفوا أنفسهم مؤونة الحرب والضرب، تمام؟ طيب قال وتنقطع به الأطماع عنها. أمر لا بد له من سبب. أمر دي هي الخبر الذي لقوله، لاحظ يقول إن الذي يوجد لهذا الكلام من العذوبة، وبعدين عد 3 أسطر ثم قال أمر لا بد له من سبب. فأمر لا بد له من سبب هو خبر إن التي في قبل 3 أسطر، التي قبل إيه؟ 3 أسطر. أمر لا بد له من سبب، يعني الخطاب يقول لك ما دمت أنت مقتنع إن القرآن الكريم أعجز العرب وأن له هذا التأثير، لا بد أن تصل إلى السبب. الشيخ جازم أن إعجاز القرآن لا بد له من سبب، وأن تأثيره على النفوس لا بد له من سبب، تمام؟ بوجوده يجب له هذا الحكم، وبحصوله يستحق هذا الوصف. يعني هذا السبب متى وجد عرفت الإعجاز وتحقق الإعجاز. قال وهذه من أعجب العبارات وأغمضها، قال وقد استقرينا أوصافه الخارجية عنه. استقرينا، عملنا استقراء للأوصاف الخارجية عن القرآن. لاحظ أنه قسم أسباب تأثير القرآن الكريم إلى سببين، ناحية خارجية، أسباب خارجية وأسباب داخلية. أسباب خارجية يعني جاءت إلى القرآن من الخارج، وأسباب داخلية يعني هي من داخل ألفاظ القرآن ومن داخل آيات القرآن. يقول وقد استقرينا أوصافه الخارجة عنه وأسبابه النابتة منه. يبقى الأولى أسباب خارجية والنابتة منه أسباب إيه؟ داخلية. أسباب إيه؟ داخلي. قال فلم نجد شيئا منها يثبت على النظر. فلم نجد شيئا منها يثبت على الايه؟ على النظر، او يستقيم في القياس، او يطرد على المعايير. انا قلت ان هذه العباره من اغمض ما قرات، من اغمض ما قرات. طيب
يا أبا سليمان ليتك عددت لنا الأوصاف الخارجية وصفاً وصفاً، وعددت لنا الأسباب النابتة منه سبباً سبباً، وبيّنت لنا في كل سبب لما لا يثبت عند النظر، ولما لا يستقيم عند القياس، ولما لا يطرد على المعايير. ليتك عددت لنا هذا وكان حسبك، وكان إيه؟ وكان هذا حسبك، ليتك عددته وكان كافيك. في الحقيقة أبو سليمان لا شك أنه لم يقل لي هذا السطر، لم يقل لي إن أنا استقريت، عملت استقراء للأسباب وللعلل التي ذكرها من قبله ولم تثبت على النظر، لم يبين لي هذه الوجوه. هو ذكر قبل ذلك في الصفحات الأولى من الكتاب كما درسنا، ذكر قولهم بالصرفة ورد عنه، وذكر قولهم بالإعجاز بالإخبار عن الغيب ورده أيضا. يبقى أنكر الوجهين اللذين عليهما أهل العلم قبله، أجمع عليهما أهل العلم قبله، أنكرهما تماما. هل يقصد بالاستقراء هذا؟ هل يقصد هذين الوجهين وما شابههما بهذا الاستقراء؟ أم يقصد أسبابا أخرى لم يذكرها؟ لا شك أن هذه أنه قال وقد استقرينا، معناه أنه صنع استقراء، معناه أنه صنع إيه؟ استقراء. وقد استقرينا أوصافه الخارجة عنه وأسبابه النابتة منه. طيب يا سيدي، ما هي هذه الأوصاف وما هي هذه الأسباب؟ هذا أيضا كلام غامض، هذا كلام غامض. ولذلك سبحانه وتعالى هو الذي لا يقع في كلام اختلاف، ولو كان من عند غير الله ها لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. العالم ربما يقول الكلمة وينقضها في السطر الذي ويختلف معه في السطر الذي بعده. أبو سليمان بدل صفحتين يقول لي لا تكن مغفلا وابحث عن العلم، لا تكن مغفلا وابحث عن الايه، لا تقنع بالظاهر وابحث عن الأسباب. فلما جاء إلى ذكر الأسباب ورفض هذه الأسباب لم يبينها لي ولم يذكرها لي ولم يوضحها لي، فخالف المنهج الذي يحثني عليه بعده بسطرين، بعد بفقرة واحدة. ولذلك أنا قلت لك جل وتقدس من لا يقع في كلامه إيه؟ من لا يقع في كلامه اختلاف، من لا يقع في كلامه اختلاف. الباحث قد يجتهد ويقول في صفحة كلاما ثم يعود فينقضه في الصفحة التي بعدها، يقول ضده في الصفحة التي بعدها. أبو سليمان أرسى منهجا، وهو أن تبحث عن التفاصيل وأن لا تكتفي بحكم الكلي. ثم هو هنا يقول لي أنا بحثت في العلل كلها وفي الأوصاف كلها، علة علة ووصف وصف، ولم أجدها تثبت. طيب أنت الآن تركتني في بحر من الظلمة، ما هي هذه الأسباب التي لم تثبت عندك؟ ولما لم تثبت؟ وما هي هذه العلل؟ أنا أحتاج أن أعرفها. أنا إذا أردت أن أعرفها لابد أن أخوض في تاريخ طويل جدا قبل أبي سليمان، لابد أن أخوض إيه؟ ها؟ في تاريخ طويل جدا قبل أبي سليمان. قال فوجب أن يكون ذلك المعنى، يعني سبب تأثير القرآن وإعجازه في نفسه، سبب إيه؟ فوجب أن يكون ذلك المعنى مطلوبا من ذاته ومستقصا من جهة نفسه. أنا هأكتفي بهذا، لأنه في بعد ذلك سيبدأ يذكر الأسباب التي عثر عليها هو باجتهاده هو، وقال إنها هي أسباب إعجاز القرآن الكريم، وإنها هي أسباب تأثير القرآن الكريم. هو إلى الآن لم يبدأ في ذكر الأسباب، وإنما دلني على المنهج وحثني على أن أجتهد وأن أعرف السبب وما شابه ذلك. يعني حسبنا هذا
ونكتفي به، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.